طب تعالوا نشوف يا جماعة إعجازات علمية أخرى أيضا كثير عظيمة. عندنا يا جماعة سورة كاملة، شو اسمها؟ اسمها النجم الطارق. تعال نقرأ. الله تعالى يقول: والسماء والطارق. الله سبحانه وتعالى طبعا يحلف بمخلوقاته لأنه لا يوجد أعظم منه، فهو عندما يحلف بمخلوقاته يرينا عظمته، لأنه الخلق يدل على الخالق. الله تعالى يحلف بالسماء ويحلف بالطارق. شو هذا الطارق؟ وشو معنى كلمة طارق يا جماعة؟ نحن الحمد لله بنحكي لغة عربية، كلمة طارق معناها شيء عم بطرق بكل نعم. بساطة يعني، صح ولا لا؟ وما أدراك ما الطارق؟ شو هذا الطارق؟ النجم الثاقب. ثواني يا جماعة، كيف يعني؟ يعني في نجم بيطرق وثاقب. تعالوا شو ماذا اكتشف العلم؟ نعم يا جماعة، العلم اكتشف شيء اسمه النجوم النيترونية، مطارق كونية يا جماعة. اكتب على اليوتيوب بولسار ستارز، هيك اسمه، اطلع لك قنوات أجنبية محايدة، ما عم بفتح لك ولا قناة إسلامية لحتى تتأكد أنه هي معلومات تم اكتشافها. عندك هون شو بيقول لك؟ من قناة كوزمو نوليدج: The Sound of Pulsar Stars، صوت النجوم البولسار ستارز. تعال نسمع الصوت يا جماعة، نشوف شو بيقول لك هون بالفيديو. بيقول لك بالفيديو يا جماعة: These sounds directly correspond to the radio waves emitted by the brightest pulsars in the sky as received by some of the largest radio telescopes in the world. بيقول لك انه هاي الاصوات اللي حتسمعها تم التقاطها باعظم الراديو تلسكوب بالعالم. هل النبي محمد عليه الصلاه والسلام كان عنده اعظم الراديو تلسكوب بالعالم لحتى يعرف هيك شيء؟ مستحيل، صح ولا لا؟ تعالوا نشوف يا جماعه، ركزوا بالفيديو. صوت واضح شيء؟ تمام. شايفين الطرق يا جماعة؟ نجم الطارق. يا سلام يا سلام، الله أكبر. فكيف هيك معلومة يا جماعة مذكورة في القرآن قبل 1400 سنة؟ الله طيب أكبر. ناخذ مثال ثاني كمان يا جماعة. عندي هون أيضا الله تعالى يقول كوصف للكفار والظلام اللي هم فيه، في سورة النور آية 40، الله تعالى يقول: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج. لحظة يا جماعة، في شيء غريب، صح ولا لا؟ كيف يعني موج من موج من فوقه موج، موج معقول فوق موج؟ الموج هذا تحته موج كمان؟ خلينا نشوف. من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض بالجمع، كيف يعني ظلمات؟ إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تعال نشوف يا جماعة شو اكتشفوا. روح بكل بساطة، أنا بدي أورجيك كيف تبحث تتأكد من المعلومات هي. اكتب على جوجل internal waves، الأمواج الداخلية. هذا شيء اكتشفوه العلماء يا جماعة، وطبعا فينك تقرأ عنه على كل المواقع اللي شايفها قدامك، ويكيبيديا، الموسوعة البريطانية بريتانيكا إلى آخره. معلومة خلص صارت معروفة جدا الآن. فوت على الصور مثلا، تعال نشوف الصورة هاي على سبيل المثال. شو عم نلاقي هون يا جماعة؟ عم نلاقي موج من فوقه موج، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. يا جماعة هذا الشيء اللي اكتشفوه العلماء، وجود أمواج داخلية. طبعا لاحظوا يا جماعة، هاي المعلومة لا يمكن لأي بشر يقدر يعرفها على زمن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ليش؟ ممكن حدا الآن ينط يقول: طيب يا جماعة ممكن يكون حدا سبح. لا يا جماعة، ما ممكن. ليش؟ لأنه إذا حدا بده يسبح بهذاك الوقت، قديش بده يغوص؟ 10 متر، 20 متر، 30، 60 متر، ورجع حي. ما في اجهزه تنفس، ما في شيء، ما في غواصات. وبعدين هذا الشيء اصلا لا يرى بالعين المجرده. هذا الشيء يا جماعه يوجد على عمق من 1500 متر وطالع، متخيلين؟ الله. استخدموا اجهزه، استخدموا الساتلايت لمعرفه التفاصيل هي. وكمان اكتشفوا في اعماق المحيطات في عندك ظلام يا جماعه دامس، وفي تدرج بالظلام. فكيف هيك معلومات مذكوره في القران؟ ظلمات بعضها فوق بعض، الله سبحان الله. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله، يعني كلام الله المعجز سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سبحان الله، يعني هذا من إعجاز الله سبحانه وتعالى. يريك الله سبحانه وتعالى الإعجاز في قرآنه وفي كلامه حتى يتبين لك أنه الحق. يعني أي إنسان عاقل عنده عقل يبحث في هذه الأمور وينظر إليها. سبحان الله، الله أكبر.